تعالى يا اسطى، بص يا اسطى، عندي الجيم الجاي، الجيم الجاي عندي خلاص، الموضوع انتهى. بس خلاص روحوا اف كي، روحوا اف كي، انا خلاص الجيم راح. اسمع مني بقى، اسمع مني، الجيم خلص، ما تلعبوش الجيم، الجيم خلص خلاص. طب انتوا نازلين تشامبيون سيلكت ليه؟ الجيم خلص بقول لكم قبل ما يبدا. طبعا طبعا كده، لما بس طلب مين احنا جايين نازلين نشجعك يا استاذي. استاذي الجيم خلص، انا بقول لك الجيم خلص. بان بان، يلا يلا بان امو. يا بيه انا بان ياري، بعد اذنك يا بيه، الجيم خلص، انا بقول لك الجيم خلص. ياري انا اختار ثواني بس، انت يعني انت ما تثقش في كلامي يا اسطى؟ اه ثق في، بص ثق في يا عميان، ثق في يا عميان، اسمع مني، ثق في يا عميان، ثق عمياء، ثق عمياء. بس يا مروان يا بيضة، بس يا مروان يا بيضة. اعمل يا شباب ولا لا؟ هي كارينا سيبه بس عشان ما تحججش بعد كده يقول لك انت بنت لي يا كاريكو بيه. يا بيه ثق في يا عميان، فاكر شفت انا عمال اقول لك ايه؟ ثق في يا عميان. يومي يومي وتكرم. انا عايزك بقى تتفرج ازاي سريشتي بتلعب بيه في الجيم ده، وريني. يا بيه اسمع بقى، اسمع بقى، انا بقول لك ايه يا جدعان، ان كل واحد هيقول بلعب وما اعرفش ايه، بقول لكم روحوا اف كي في الجيم، انا هخلص الجيم. علموا على كلامه يا فنزي. الو لا لا استنى، انا كنت بهزر. لا 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 خلاص، كلمه اتحسبت عليك، اتحسبت عليك يا بيه. يا جماعه لحظه واحده، انت بتزنقني يا ابني. لا الموضوع خرج جديد يا بتزنقني. بقول لك الجيم عندي بقى خلاص بقى، في احنا هنقل يا مروان، ما نقلش من بعض. بقول لك الجيم عندي طب علمه يا فنزات، علمه يا فنزات، الجيم عندي، علمه يا فنزات، يلا علمه الجيم عندي يا شباب. ها يلا، ها ها عندك، عايز ثقه اكتر من كده؟ يوم منزل اللي جاي اللي انت هتشوفه ده عباره عن مجزره ودم بيتنطور في كل حته، فنصيحه من العبد لله، نصيحه كده من الغالي، ما غم عينك، اركب يومي. لا لا غم عينك، غم عينك، اسمع مني. فش يا بيه، يلا ليتس جو يا مومو. يا بيه فين بقى؟ طب انت روح شوف بدنا نسوي نحن. ايه ده؟ الو الو، ده في شوكو. الو 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 الو، بيت ايه؟ ادي اول كلاية وموت. ماشي شاكو، اغيط ايه ده؟ شاكو ايومي 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 العيال اغتصبونا. انا ايه اللي جابني هنا؟ وربنا ما قصدي، وربنا ما قصدي يا جدعان. امي بجد مكان كول داون، مش قادر اركب على عبد الوسخه. تعالى يلا وسع، يلا فين يا ابني؟ يلا يا سويتش تريبل كيل، وعمال عايز يهرب مني مش عارف. الكوادرا يلا حرام. الو ايه رحت ليه؟ ليه؟ الو انت عايز تروح تاني؟ كنت لا خد بالك، انا ثقه في النفس عندي. معاك مين؟ عيب عليك، يلا ما موتش مي فور فري كده يا بيه. الله طلعنا اللي في الكيس. انت مت على فكره، انت انت مت خلاص. تعمل ايه؟ مش عارف، انا عمال اروح واجي. طب ايه ده؟ في ايه؟ طيب انا عايز موت على فكره، ما انا مش عارف اطلع ليفل 2 اعمل ايه. طيب مش عارف اطلع ليفل 2. عديت ليفل 2 هو المشكله. ايوه عشان افتح سكيلات، مش عارف افتح سكيلات حتى. ولا ليفل 2 افتح الفيس. هاتوا بقى، هاتوا هاتوا لي وربنا نجيبهم، نجيبهم في شوال دول. تأكد. الو عشان كيو، عشان كيو لا انت مش عايز يلبس ولا كيو، انت بتضربهم كلهم غلط. انت بتحرجني يا بيج. ما عندي خلاص. تعالى يا بيهم فين؟ تعالى انت عايز ايه كي؟ يا اسطى الحال يا اسطى، انت انت بعتني ليه؟ ايه ده؟ تعالى تعالى يا بيه، تعالى يا بيه، تعالى يا بيه، تعالى. ايه يا اسطى انت؟ انا لوحدي يا اسطى، بلعب لوحدي ولا ايه؟ انا رحت قلعت لك الواد. طيب اعمل لك اكتر من كده، انت عايز مني ايه؟ يا ما بالراحه ما بالراحه ما بالراحه. ايه يا عم الشيخ؟
فاهم. شد حد طيب اعمل اي حاجه. اهو يا عم. ها هلو. عندي لك عندي لك. خلاص رايح فين؟ مش عارف. عندي لك. ايوه عندي لك عندي لك. مات 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 خلاص مات. ايه ده ايه ده؟ اه مات اهو. تعالى تعالى يا دين امي على الدمج. الو الو انت مش ده؟ ده ديسكاب كامله. الو افهم حاجه قبل شغاله ليه قبل مش شغاله يا مولانا. وانت انت بتجرب البتاع ولا في ايه؟ معايا معايا كتير معايا كتير يا عم. يا ابو امك يا جيك ابو امك. مات ده مات 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 امال. الو الو الواد ده مدفع ماتش. يا رب يا رب بلعب مع حد بيفهم. يا اسطى هو مش عايزين يطلعونا ليفل 6 تفهم بقى. هم مش عايزين. آه على فكره احنا طلعنا ليفل 6 نحفل عليهم والله. مال ازاي بس؟ ما انا هقول لك ازاي. هتشوف. طب بطلع ليفل 6 تعالى نحط حاجه يا جماعه. في 200 بيتشال يا جماعه. سيبونا كسب الاهلي ازاي يا جماعه؟ هقتلك ليفل 8 يا عم. تعالى يا عم معايا ار. اعمل ار ينفع؟ قال يقتلني يلا. يقتل مين يلا؟ يا اسطى يا اسطى بس بس استنى استنى يا اسطى. انت مش قلت هكارينا ونقف في البيز فين بقى؟ يا ابني مش انت انت من سنك يا عم. مش انا يا ابني انت والله. والله العظيم ما انا. هو شكلك. لا يا حبيبي لا ماليش دعوه. مش انا. سبعة ستة خمسة أربعة ثلاثة اثنين واحد. يلا روح يلا. مش كده مش خش هنا. ما عين انت التانكي المفروض اصلا مش عارف انت تانكي. طب يلا ها خش. ده فيك ده. ايه يا جدعان مسكت لكم شاكو اهو. شاكو فيك انت. شاكو مين ورا؟ قول لي شاكو. مسكت والله انا اللي ماسك. مات. فولي فولي فولي. فين الكاري؟ انا عايز اشوف الكاري. يا اسطى انتوا نوبس والله. انتوا نوبس. ايوه ايوه احنا نوبس يا اسطى. قلت لنا اقفوا في البيت. انت هتكارينا فين بقى الكاري بتاعك؟ ما انت في كاري بس انا اللي عامل الكاري بس ما كسبتش. عامل ايه طيب؟ انا عايز اشوف الدمج بتاعك بعد الجيم يا اللي بالكاري. استنى بص. طب بص يا اسطى بص 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 الدخله دي. بص الدخله دي هيموت والله قبل ما يخش. استنى استنى بص بص. احا انا دخلت براسي في الالتيميت. قلت لك هتموت قبل ما تخش. والله يا اسطى دخلت براسي في الالتيميت. والله يومي دف يا جدعان. ايه؟ اه والله يومي دف والله. بص انا اسف. بص الالتيماتات اللي هي بتعملها يحرق ميتين اللي قال لك العب الجيم ده. لو ايش يا جدعان انت الكاري بوست ايزي يلا ايزي يلا. شايف الكاري يلا؟ شايف كاري مين يا عم؟ اتنين. انا اللي عامل الدمج والله. الفتة كله اربع ثواني. عدوا قصص بقى يا جماعه. لازم على الاقل اجيب واحد قبل ما احسس بفاول. بس بفاول بس يا حاسدين. وحيات امي ما هسيبك. وحيات امي ما هسيبك. ايه الحقوا؟ ايه يا جماعه اجلوا الواد عدى ولا كانه ماشي. انت بتعمل ايه يا اسطى؟ بتعمل ايه انت؟ قلت العب شويه. حسبنا الله حسبنا الله. انا العب فيا العب فيا. طب خش يا بيوري. يلا بقى تعال اهو. مش عارف افش. خش اهو اهي. جبت لك اقوى واحد فيهم. ها اعملوا حاجه بقى. ها ايه بقى؟ ايه بقى؟ مش واحد خالص. جبت لك البت فنزيتي. ايه رايك في اللي عمله؟ مش هحط اللي هو اعلى. ده مش في التيم كله. اعلى ده مش في التيم كله. مين يا بيه؟ مين؟ مين؟ لا لا رد رد. مين؟ مين 13000 بينك وبين شادو 1000 يا استاذ. استاذ فرق بينك وبين شادو 1000 كمان. استاذ
تعرفش في روتين ما مين لما هيتسأل مين اعلى دمش في التيم هتقول لي شادو ارزع كده ارزع على طول.